السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، كنت عايز حضرتك على تفسير آية بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الذي يفكر في ظلم العباد ويعقد النية على ظلم العباد في الحرم يعذب. ولو ما عملش الظلم. إذا عقد النية عقدا قويا، يعني إذا عقد القلب على ذلك. تمام، شكرا. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يميل في البيت بظلم. ربنا يديك الصحة والعافية يا شيخ. الله يسلمك. شكرا. شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، أي تنبت الدهن أو تأتي بالدهن.